بحبوا لوديع ولأبو وديع، منريد نرافق الجسمين مباشرة إلى مسقط رأسه بهدوء ومحبة. تفضل. الله معكم. ودي يا ودي يا خي يا حبيبي، ما كنت بتوقع يجي على نهار انا واحكي بعزيك. فليت بكير يا خي، كسرتنا وكسرت قلب بيك وكسرت قلوبنا كلنا. بيك كان اغلى شيء عندك بالدنيا، كان همك بس يضل مرتاح. انت عايش كل حياتك كرماله لا تشوفه مبسوط ومرتاح. كلنا بهالعيلة قلنا حصة باسم وديع، بي أبو وديع، أمي أم وديع، أنا وتيمي إخواته لوديع. صلى كلنا هون وديع منه معنا. كل اللي بيعرفه بيعرف قدي قلبه طيب، بيعرف قدي خدوم، قدي بيحب العالم، ما بيطلب طلب اللي قاله لغيره، بيفكر بغيره ما بيفكر بحاله. صاحبه صاحب، محب، بيحب الكل وبيساعد الكل. بالنسبة لنا نحن الحياة، أنا وخيي وبيي وأمي ومرتي وإختي، حياة بطل إلا معنى من دونك يا وديع. نحن بالنسبة لنا أنت قديس بالسماء، أنت بالنسبة لنا ما متت، أنت سافرت بعيد ورح نرجع نشوفك قريباً يا رب. أنا هلأ كيف بدي أرجع على قطر؟ كيف بدي أرجع على شغلي؟ كيف بدي ارجع يا ودي على مكتبي على شغلي؟ كيف بدي اروح على بيتي؟ كيف بدي ادق كل يوم اذا عندي مشكله؟ مع مين بدي اتروق واتغدى واتعشى كل يوم؟ شو بنعمل؟ هيدي مشيئه ربنا. كنت بتمنى بعد شهر بس صير باي انت تحمل لي بنتي، تغمرها وهي تتعلق فيك وتتعلق بعمو وديع. تعرف مين وديع؟ بس ما تخاف يا حبيبي، اسمك حيضل خالد باسمه وعصيده. محبتك عند كل الناس بتبين، وكل هالعالم اليوم تعرف انت شو يا وديع بالنسبه لكل العالم مش بس لنا. انت ما فليت، انت بعدك فينا وانت حتضل فينا يا وديع. انا ما بدي طول، انا بس بدي اشكر كل شخص حبنا وكل شخص صلي له ودعا له وعزق فينا ووقف حدنا وكان موجود هذا اليوم. نحن بأسرتنا وبأسرة آل وصوف نشكر الجميع. الله يرحمك يا وديع. ميشيل، ميشيل، عالم، سكروا العالم، ما حدا يقرب إذا بتسمح، إذا بتسمح وما حدا يقرب. جربوا بدنا نزيحوا صوت، ما بدنا نحط شيء، ما بدنا نفتح شيء، ما بدنا نعمل شيء. عزة مش الحال، عزة. إذن تابعنا الجناز القداس والجناز عن راحة نفس وديع جورج وصوف الذي سينقل الآن إلى مسقط رأسه في كفرون.